بسم الله الرحمن الرحيم. نحن أحرار جبل الزاوية من عسكري وشرطة سوريا، نعلن تشكيل سريد الشهيد سومر إبراهيم وأنا الشرطي أسامة يوسف الخضر قائد السرية. وهذا المساعد على عجيني. أنا الرقيب أول محمد سليمان عجيني. وأنا الشرطي محمد سطوف. ونعلن انضمامنا إلى كتيبة آل هرموش بالجيش السوري الحر، ومن أولى مهامنا الدفاع عن أهلنا من السلميين العزل ومقاومة جميع قوات شبيحة الأسد التي تتعرض لأهلنا السلميين بكافة الوسائل المتاحة، وعاشت سوريا حرة أبيها.